مساكم الله بالخير. سعادة الإنسان لما يعمل خير، ولما تكون أنت سبب لهذا العمل الخيري ولإتمام هذا العمل الخيري. في عام 2019 وفي التحديد في شهر رمضان استدعوني الإخوان في جمعية بهجة العمانية للأيتام، قالوا يا محمد تعال عندنا مبنى نبى نكمل هذا المبنى، وكان متبقي ما أذكر تقريبا أتوقع 150 ألف ريال عماني. تخيلوا ولله الحمد، تخيلوا ولله الحمد أن عملت إعلان، عملنا فيديو، نشرنا الفيديو في كل منصات التواصل الاجتماعي. خلال يومين فقط قدرنا نجمع المبلغ المطلوب لإتمام بناء مبنى الأيتام التابع لجمعية بهجة واللي موجود في مدينة صلالة في عوقد. واليوم بإذن الله تعالى راح ندشن في حفل كبير هذا المبنى الخيري للأيتام. هذه التفاصيل راح نعرفها اليوم إن شاء الله من خلال الحفل الكبير اللي راح يكون في صلالة جراند مول. كما اليوم راح نعلن إطلاق حملة مبنى بهجة للأيتام، وهو أكبر مبنى للأيتام في عمان، مبنى ضخم. كل الأموال اللي راح تجي من خلال هذا المبنى راح تروح لصالح الأيتام. يعني ما هي سعادة الإنسان لما أنت تتبرع مثلا بعشر ريال سهم أو عشرين أو مئة ريال علشان هذا المبنى ينبني، وبعد ما يكتمل المبنى مثل ما اكتمل المبنى اللي بدأوا يبنوه في 2019 ويكتمل المبنى القادم، وتكون أنت سبب أن هذه الأموال تذهب ليتيم هو محتاج مثلا الإعانة الشهرية، مبالغ كثيرة، دراسته، أمور كثيرة، فتكونوا أنتم سبب كثير أمور بنعرفها اليوم من خلال الحفل اللي راح يكون بعد قليل. دول الطلاب وطالبات مدرسة الرائد، الحين بنغني مع بعض الأغنية اللي أحبها، عين ميم ألف نون. لحظة لحظة لحظة، يلا واحد اثنين ثلاثة. معاهم يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة. علقوا علي يا طيبة يا طيبة، ماشي تكملوا. الحين بنسمع الجزء الأخير من السلام السلطاني، اسمعوهم. فارتقي واللئيم والسعدي شمخوني. قليل راح تبدأ فعاليتنا مع هذا الجمهور الكبير ومع فعالية جمعية بهجة العمانية للأيتام بمدينة صلالة وبصلالة جراند مول اللي في السعادة. اللي بعدهم ما وصلوا حياكم الله، ترياكم فعاليتنا طويلة ومستمرة. فريق حياة الخير يساهم بمبلغ 1000 ريال عماني. العافية. ومبلغ بسيط هو ولو يساهم من فريقنا، ونتمنى إن شاء الله بالجميع المساهمة ورغم القليل. جزاكم الله خير. بن عامر مضافي، بن عامر أيضا تبرع بألف ريال عماني. كفو يا بن عامر، كفو يا بن عامر، كفو يا بن عامر، كفو يا بن عامر، كفو يا بن عامر. أتابعني؟ أيوة. الله يعطيك الصحة والعافية. أي؟ الله شايفنا؟ أيوة. الله شوف شوف أنتم إيش أعطوني في المطار؟ إيش أعطوني في المطار؟ وعلى بركة الله ما تبرعتم به وجزى المحسنين خير الجزاء، المبنى الخيري الأول اللي اكتمل، المبنى الخيري الأول للأيتام. بسم الله نكشف الستار عنه. بسم الله بسم الله ما شاء الله. تحية تحية لجمعية بهجة ولجميع من ساهم في هذا المشروع. بسم الله. يلا يا حلوين أعزائي الحضور، مثل الستار الآن على
الثاني من الأيتام في السلطنة، في السلطنة مجمع بهجة السكن للأطفال من الأيتام كل الأطفال سلسة في واحد اثنين ثلاثة اسحب 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 بسم الله ما شاء الله. تحية كبيرة، تحية كبيرة، تونا شلنا الستار عن هذا المبنى والحملة راح تبدأ يوم 24 و25 و26 و27. فاعلة خير تبرعت الآن اتصال بأول 15,000 ريال عماني أول 15,000 ريال عماني من فاعلة خير، الله يجزيها كل خير. وبعد في شيء حلو بعدين بخبركم، بنقولكم بس بعد شوي باذن الله. بن عامر مضابي بن عامر ايضا تبرع ب 1000 ريال عماني. كفو يا بن عامر، كفو يا بن عامر، كفو يا بن عامر، كفو يا بن عامر، كفو يا بن عامر. محمد يا دور عيني ارددها على موال اجاني حروشي وشوفها قالوا يثبت انها شلطان قلت له محمد قال عيني وديني محمد رجال وسلامتكم يا الله والنعم من وين انت؟ من اليمن والنعم باهل اليمن الله يحفظك يا رب العزيز والزميل عبد الله صفرار حبيبي الله يعطيك الصحه والعافيه يا خشتي واجب والله انك صراحه واجب عاجز عشان الله يسعدك يا رب الملتقى متى الملتقى؟ ان شاء الله 24 25 باذن الله الله يعطيك الصحه والعافيه حبيبي محمد ايش جايب لي؟ هديه انت باخذنا لمن امانه والله ربحت فيها فوق وبعطيك اياها انت ربحت فيها وتعطيها يا الله انت مبارك شو يصير لك مبارك عمك طلعت اكرم منه شكرا شكرا لك سعود مسلم المحشري قال لي اريد اقول لك شيء ايش تقول تبرعت 10 ريالات المجمع تحية كبيرة صدولة ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك شكرا أود أن نحن كنشطاء في التواصل الاجتماعي علينا أن نكون مساهمين إحنا يدنا هنا يأي بدون مقابل لوجه الله من أجل الأيتام وفوق هذا من عندي أنا ومن مؤسستي الخاصة بالدعاية والإعلان أيضا أتبرع ب2000 ريال عماني لصالح هذا المبنى فنسأل الله التوفيق لجمعية بهجة ولجميع القائمين عليها وبإذن الله تكون كل التبرعات اللي بتجي يوم تكون فاتحة خير لهذا المبنى وأتمنى من الجميع سعادة مقابل يا بلاش شارع تيمور جينا الفرع الثاني لمضابي بن عامر فاتح قسم جديد للمشاوي وياي بشيف خاص من شرم الشيخ للمشاوي يا سلام عليك يا بن عامر هذا هو الشيف الخاص بالمشاوي سلام عليكم شيف كيف حالك الله يعطيك الصحه والعافيه يا جماعه شوفوا الشغل شوفوا شغل الشيف شوفوا السلطات وهذا المتبل والسلطه الاخرى والحمص والسلطات والشغل اللبنه يا سلام نبي المشاوي ندخل في الجامد جاي بين كل اللي يسمعني الحين من صلالة أو عايش بصلالة تعالوا فرع مضابي بن عامر فرع السعادة بس اطلبوا مشاوي بالليل قعدوا هالقعدة الطيبة مثل العالم هذا قاعدين واطلبوا مشاوي شوف يا سيدي يا سيدي على المشاوي شوف الستيك شوف الشغل الشيف شغال ما يتوقف عليه زحمة مشاوي يا حبيب وخر عني وخر عني وخر عني شوف الشيف شوف ما شاء الله عليه شوف ما شاء الله عليه شوف استيك كيف يطلع الله الله يا جماعة استيك لحم بوش استيك لحم بوش ولحم غنم وايش تبوا وبقر يا حبيبي هذا ياي خصيصا على هذا بس من وين انت؟ من وين؟ جاي من وين؟ من مصر من شرم الشيخ شرم الشيخ حبيبي حبيبي تعالوا لي يا جماعة عند هالريال فرع السعادة ها؟ فرع السعادة شارع تيمور مقابل يا بلاش مقابل يا بلاش بسمعكم اصوات الشباب
وأناشيدهم وحناجرهم البلبلية. خلونا نبدأ واحد واحد واسمعوا الحناجر العمانية المميزة. اسمعوا الابداع الرائع أحمد الشنفري. إيش قلت في الأم؟ يا ربي خليها لنا أمي، يا نبع صافي مورد العطشان، يا ما سهرتي ونامت عياني، يا ما تلمتي على شاني، أمي الحبيبة طبعها ثاني، متميزة بالصبر والإيمان. يا ربي خليها لنا أمي، يا نبع صافي مورد العطشان. كم تعطون هالصوت من 10؟ يلا اكتبوا لي في الكومنت. تعالوا للصوت الثاني، محمد الوهيبي. حبيبي محمد. خير أيام الفتى يوم النفاع، واصطناع الخير أبقى ما صنع، ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع، ليس كل الدهر يوما واحدا، ربما ضاق الفتى ثم اتسع. سلامتك حبيبي. وكم تعطونا من 10؟ عليكم السلام. السلام. خبور كم بخاء؟ أموركم طيبة؟ اه. سو باي باي، الله يحفظكم. مري يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أنت لنا ستر وغافر. الله الله يحفظك. شباب عمانيين من صلالة اعملوا مشروع مجنون مميز رائع، مدينة أتلانتس. في وين؟ في شاطئ ريسوت. تعالوا شوفوا المدينة كذا، شوفوا 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 شوفوا، هذه هي مدينة أتلانتس، عبارة عن مكان مميز حقيقة، شاعري رومانسي مبهر على شاطئ البحر، يعني عبارة عن مجموعة كافيات، مطاعم، جلسات، هالممر ممر السعادة الجميل. ها حقيقة. لا والأجمل من هذا وذاك أن الشباب العمانيين موجودين والأطفال يستانسون، وأنت على الشاطئ مباشرة مقابل الميناء، ميناء ريسوت، وهناك في فرقة شعبية وفي مسرح. تعالوا ميناء صلالة عفوا. زين تعالوا 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 تعالوا. العصاير ما عصاير. فرقة بن شمسة فرقة مرباطية من ولاية مرباط، توارثوها أبا عن جد، ويقدمون الفنون العمانية الظفارية بالطريقة التقليدية الجميلة. يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي. وصلنا. يا حي. Oh,
يا دانا يا دانا يا دانا يا دانا يا دانا يا دانا معانا يا دانا يا دانا يا دانا يا دانا يا دانا يا دانا معانا يا مولدات رجع ويدنا وصل لأن هذا المشروع مستمر لشهر 6 والشباب العماني اللي في هذا المشروع في صلالة في شاطي الريسوس يدعونكم بأنكم تيون راح يستحدثون فعالية لأول مرة في صلالة قد تكون هي فعالية القرنقشور اللي تصادف ليلة طبعا منتصف شهر رمضان وراح تكون في هذا المكان دعوة للأطفال العائلات لاحظ أن العائلات
قاعد يجي وما شاء الله الشباب الجميع موجودين، العائلات هناك مستمتعين يجون مثل ما تلاحظون العائلات مستمتعين في هذا المكان، الشباب الكافيهات المقاهي، يعني مكان متكامل، المكان متكامل والكامل الله. فندعوكم أنكم تجوا وتزوروا وتشجعوا الشباب في هذا المشروع. الأخ كامل ما شاء الله أيضا في مشروعه البانكيك، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، الله يحفظكم يا رب، الله يحفظكم، موفقين يا شباب. مشروع لأحد الشباب العمانيين يلو كافيه، حلو، تبى القهوة المختصة، تبى الباردة، تبى الموهيتو، الخلطات بأنواعها، أخذ اللي تبيه وروح وقعد مع عائلتك استمتع في هالمكان. وعاملين مسابقة جميلة اللي هي إيش هذه؟ مسابقة يومية، أحلى صورة يحصل مشروع مجاني، هذه مسابقة يومية، يومية نسويها يوميا، استلمها من هنا ولا استلمها من فرع الثاني في الدهاليز على طول، على طول. الله يعطيكم الصحة والعافية وموفقين في هذا المشروع، الله يحفظكم يا رب، الله يحفظكم. شد انتباهي هذا المكان وهذه السيارة، جراج كيتشن، يا سلام، يعني حول هذه السيارة الخاصة فيه إلى أو أنها خلاص هي بكامل حطوها مطعم، الديناميت والفرايز والشغل الطيب كامل حولوها مقهى، مقهى والله. أب 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 أب. شوف 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 طلعت ما سيارة، هذه سكراب بس حولوها هني الفحم ويشون المشاوي بأنواعها. زين وين الطباخ؟ شوف الطباخ وين، الله الله الله، التجهيزات هني. تعال تعال وري وري الغالي، انت صاحب مشروع؟ ايوه. الله يعطيك الصحه والعافيه. وهذا المهيت وهذا شغلك؟ لا يعني حتى شغلك مرتب، اعوذ بالله. شو هذا؟ هذا تعطيه على طول. احط هني، اشوف وين وين حط حط، ايوه كذي، امسك عدل واضرب خلاص حبيب. ابوك مرحبا، اشترك المكان وعالي والله اللي حلاها انت طبعا ابو حمد، الله يسعدك. انت ايش رايك؟ انت اول مره تزوره؟ لا لا بيس فعالي هنا. انا متى ان شاء الله؟ في رمضان قريب؟ لا في رمضان، وعد سمعتوها؟ ترقبوا